الله سبحانه وتعالى أراد لهذا النبي علو الشأن وعلو القدر وعلو المنزلة، وقال له ورفعنا لك ذكرك، حتى أنه جاء في الحديث أن الله قال لجبريل أو أن جبريل أخبر النبي أعلمت كيف رفعنا لك ذكرك؟ قال كيف؟ قال لم أذكر إلا وأنت تذكر معي، لم أذكر إلا وذكرت معي، إذا ذكرت ذكرت معي ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله. ورفعنا لك ذكرك، ذكر من وقدر من وشأن من؟ إنه حبيب الله، إنه عبد الله. لا يظن الظان المسكين أننا عندما نذكر ما خص الله به حبيبه محمد من الخصائص والمزايا أننا نخرج من سيدنا محمد عن قدره أو عن منزلته. الله يعرفنا شيء من قدره وشيء من منزلته، لكن نحن نعرف أن أعظم ما يمدح به وأجل ما أكرم به أنه عبد الله وأنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما خرجنا في كل ما ذكرناه عن إشارات المولى وما خص الله به مولى حبيبه محمد، ما جبنا شيء من عندنا يا جماعة. كل ما ذكرناه كل ما نذكره هذا هو ما اختص الله به رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك حسن الإنصات والإصغى والتعلق والتحبب والتشوق لمثل هذه الأخبار هو تأمل فيما أراد الله به من المنزل لسيدنا محمد. فإذا قلنا أن الله جمع لسيدنا محمد ما بين المحبة وما بين الخلة، وروى ابن جرير وابن أبي حاتم وابو يعلى عن أبي هريرة في حديث المعراج فقال الرب فقد اتخذتك خليلا، والحديث الآخر لو كنت متخذا في الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا.